ولمناقشة التطورات العسكرية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل العسكري السوري اللواء محمود علي. سيادة اللواء مرحبا بكم. يعني عملية عسكرية بدأتها القوات التركية، هذا ما أعلنه وزير الدفاع التركي في عفرين في شمال سوريا، لكن هذه العملية سيادة اللواء هل ستخدم قوات المعارضة المسلحة؟ أخي الكريم، بالنسبة لموضوع عملية عفرين هي ضرورة حتمية بالنسبة للأخوة الأتراك، لأنه القوات حماية الشعب قسد الموجودة في عفرين تشكل تهديد للأمن القومي التركي، إضافة إلى القوات المتواجدة أيضا في منبج. فهذا الموضوع أصبح لا خيار أمام الأخوة الأتراك من اتخاذ قرار بتطهير عفرين وما حولها وإضافة إلى منبج من قوات حماية الشعب الكردي، لأنها هي عبارة عن مجموعات إرهابية مصنفة بالنسبة للأخوة الأتراك وتشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي التركي إن كان خارجيا أو في الداخل. وخلال 3 سنوات السابقة ألقت القوات حرس الحدود التركية القبض على حوالي 40 شخص مسلحين من الذين حاولوا التسلل عبر الجبال إلى الأراضي التركية لإجراء عمليات فيها. هذه من ناحية. الناحية الأخرى، القوات ستخدم قوات المعارضة المسلحة سيادة اللواء؟ سأتي على هذا الموضوع. من ناحية أخرى، إن العملية العسكرية بالنسبة للعفرين التي تقوم بها القوات التركية، عمليا المعركة بدأت منذ أسبوع منذ القصف التمهيدي الصاروخي والمدفعي، وجاء إعلان وزير الدفاع التركي عن بدء العملية تأكيدا لهذا الموضوع. هذا يسمى في العلم العسكري القصف التمهيدي، والأتراك لا خيار لهم لأن الأمن القومي التركي مهدد، إضافة إلى أنه التصريحات الأمريكية سيادة اللواء يعني طبعا. نريد أن نعرف منك، هل عملية عفرين ستصب في مصلحة المعارضة السورية المسلحة؟ طبعا. العملية المشتركة بين الأخوة الأتراك كقوات تركية والفصائل الجيش الحر ستخدم الثورة السورية وستخدم على المعارضة، لأنه قوات قسد أو قوات الحماية الشعبية حماية الكردية الموجودة في عفرين وما حولها ومنبج هي عبارة عن قوات متعاونة في مراحل معينة مع النظام وتقاتل المعارضة، وقد ملأت السجون قوات قسد من المعارضين السوريين ومن الأشخاص العاديين المتواجدين في المنطقة. فإذا تمت العملية العسكرية وحررت عفرين من هؤلاء الإرهابيين، هذا يعني أن قوات الفصائل المشاركة إلى جانب القوات التركية في تحرير عفرين ومنبج هي من تستلم الأرض. هذا الموضوع يعزز وضع المعارضة في الشمال بشمال حلب، إن كان في عفرين أو أعزاز أو المناطق المحيطة فيها. طيب سيادة اللواء، يعني التحرك على الأرض كيف سيكون؟ ما هي ملامح خطة القوات التركية في هذه المعركة تحديدا؟ بالنسبة للخطة العسكرية الحقيقة ما في عنا نحن رؤية واضحة لهذا الموضوع، لأنه لم يعلن عن الخطة، وإنما مشاركة الفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة من السلطان مراد وجيش النصر التي ستقاتل إلى جانب القوات التركية في تحرير عفرين وما حولها ومنبج. هذا الموضوع يؤكد العلاقة الوطيدة والمصلحة المشتركة لكل من المعارضة السورية المسلحة والقوات التركية. الأمن التركي والأمن القومي للمناطق المحررة هن عبارة عن أمن مشترك وأمن متكامل. إذا اختل الأمن القومي السوري في المناطق المحررة ينعكس هذا على الداخل التركي، وإذا اختل في تركيا ينعكس على المعارضة. سيادة اللواء، نريد استثمار وجودكم معنا حقيقة. يعني هناك أنباء تتحدث عن وجود للصاعقة على حدود عفرين، ما هي مهمات الصاعقة سيادة اللواء؟ قوات الصاعقة عبارة عن قوات يعني تسمى باسم مرادف، هي قوات الصاعقة أو قوات المهام الخاصة.
هي عبارة إلى مهام متعددة، أولها الاستطلاع داخل المدينة التي يمكن أن تجري فيها المعارك، وجمع المعلومات عن العدو وتواجده والأمور التي يستعد من خلالها للدفاع، هل هي خنادق، هل هي أنفاق، هل هي بلوكوسات عسكرية، هل هنالك خطوط دفاع، واحد خط دفاع أول أو ثاني أو ثالث، أو هي عبارة عن جبهة واحدة. هذه الأمور كلها تتعلق في العلم العسكري، ولا أدري إذا كان لها مهمة خاصة بوجهة نظر الأخوة الأتراك والمعارضة المسلحة. من اسطنبول المحلل العسكري السوري اللواء محمود علي، شكرا جزيلا لكم.